للأستاذ الدكتور محمد ربيع المهدي الخلوتي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعامدها السابق جامعة الأزهر، وما زال حيا يرزق الدكتور محمد ربيع ومن مشايخ جزاه الله عنا خير، من مشايخ منذ أن كنت في الإعدادي والثانوي قبل الجامعة، لأنه كان يسكن في نفس المدينة التي نشأت فيها وهي مدينة البدرشين، وما زال يسكن فيها، وهو من الأولياء الأحياء الذين نعلمهم من أهل الولاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وببركاته. آمين. إحنا تملي جماعة السلفية أو المتمسلفين أو الوهابية أو التيميين يدعون أن الأشعرية معطلة وأنهم يؤولوا الصفات ويعيدوا عليهم تأويل الصفات، ويدعوا أن أبي الحسن الأشعري هو أول من أول، وأن هذه بدعة ابتدعها وصار خلفهم الناس، وأنهم يريدون أن يعودوا لما كان عليه السلف الصالح، في حين أن أحب الحسن الأشعري من السلف أصلا من 300 سنة الأولى. فدي افتراء، افتراء انتشر والناس لا تقرأ متصورة هذا، لدرجة أنهم يعيبوا على الأزهر الشريف أن عقيدته أشعرية، ويريدون إصلاح الأزهر بتغيير هذه العقيدة الأشعرية ظنا منهم أنها باطلة، وهم يصرحون ذلك في كتبهم أن الأشاعرة سبب بطلان عقيدتهم في نظرهم أنهم يؤولون الصفات، وأن السلف الصالح الذين كانوا قبله كانوا لا يؤولون، وهذا ادعاء باطل، ادعاء ابن تيمية وليس عنده دليل واضح. فهنا جايب لك في هذا الكتاب الصغير الحجم إلا أنه كبير المعنى أن تأويل الصفات المتشابهة كان منذ عصر الصحابة، وأن أبو الحسن الأشعري ما فعل إلا أن دون ما كان يعتقده الصحابة ولم يتبع فكر جديد. هو يريد أن يفهمك هذا المعنى، لأنهم هم يعيبون على الأزهر الشريف للأسف، فإحنا عايزين دفاع عن الأزهر الشريف الذي من الله علينا أن تعلمنا فيه، ومن الله علينا أيضا أن ولدنا في بلده وأن عشنا فيه، ومن الله علينا ببركة الدكتور علي جمعة أن دخلناه ندرس فيه، ولولاه ما كنا دخلناه، فجزاه الله عنا خير. فإحنا عايزين ندافع عن هذه العقيدة التي ننتمي إليها وينتمي إليها كل السلف الصالح بما فيهم الإمام بخاري والمذاهب الأربعة المشهورة، كل علماء المسلمين ينتموا للعقيدة الأشعرية الماتريدية لأبي الحسن الأشعري، والماتريدي هو أبو منصور الماتريدي، وكان في خراسان. أبو الحسن الأشعري كان في بغداد، وكان يرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى المرجئين وعلى المجسمة في أهل عصره، وله أكثر من 300 مؤلف، وأطال الله عمره حتى مات فوق 80 من عمره، ألف 300 مؤلف كلها في علوم الكلام ردا على الفئات الضالة رضي الله عنه وأرضاه، بعدما كان معتزليا تاب الله عليه من الاعتزال برؤية النبي في المنام، وكان يصلي في الليل لما احتار من المذهب المعتزلي وحس أنه يعني قارب الضلال، فنام في يوم محتار بعدما صلى ركعتين قضى حاجة، وقال يا رب برسول الله اهدني للحق، فنام على هذه الحالة، فجاءه الرسول في الرؤيا وقال له يا أبا الحسن عليك بالقرآن والسنة، يعني اترك ما علق في أذهان من تناظرهم من فلاسفة الغرب، عليك بالقرآن والسنة. وبهذه الكلمة الجامعة لرسول الله في المنام فتح الله عليه ردود على كل الطوائف الضالة من صريح القرآن والسنة، فألف بعدها 300 مؤلف، وعاش ينافح ليل نهار، وارتضت طريقته كل الأئمة الأعلام، جميع الأئمة الأعلام وأصحاب الكتب الستة كلهم أشاعرة، وكانوا يعني يتباهون بهذا، يعني يذكر أحدهم اسمه فيقول الفقير لله فلان الفلاني الأشعري عقيدة، يقول مثلا الأزهري إجازة، الشاذلي طريقة، واخد بالك، يقول هذا يعني حتى جاءت الحركة الوهابية وانتشرت وأحيت فكر ابن تيمية الذي يقول في فتاوي ويدعي أن الأشاعرة هم معطلة الصفات، يدعى ذلك الدعاء ويقول أنه هذا واضح في كلامه، في حين أنه يفتري عليهم افتراء، ويقول أن السلف لم يكن يعرف التأويل، يدعي ذلك أيضا،
فهذا الكتاب يرد على ادعاء ابن تيمية الباطل الذي قام عليه المذهب الوهابي في هذا العصر الحديث. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذا كلام عالم ولي الأزهر الشريف قام على تخريج العلماء الأولياء على مر العصور. خرج العلماء الأولياء، كثير من الجامعات خرجت علماء، لكن قليل من العلماء من الجامعات التي خرجت علماء أولياء. وهذا أيضا من العلماء الأولياء الشيخ الدكتور محمد ربيع الجر، ويتكلم يقول: وبعده، فوسط هذا الصياح والنباح، ومع هذه الضجة الجائرة الفاجرة، ومع هذا الهجوم الظالم الآثم على هذا الصرح العظيم الشامخ الأزهر الشريف الذي نشر علماءه الأفذاذ خلال قرون علوم الإسلام في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها، بل ودخل على أيديهم ببركة إخلاصهم لدينهم كثيرون في هذا الدين الحنيف، ومع هذا الاختراق الذي أصاب بعض المنتسبين إليه بالعقوق والجحود والنكران له، رغم أنهم تربوا على نفقته ومنحوا درجاته وشهاداته، ولولاه ما كانوا شيئا مذكورا. هو هنا ينوه على بعض الأزهرية الذين تخرجوا من الأزهر وتأثروا بالفكر الوهابي التيمي فيتكلم عليه. وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة عراة عالة صاروا يتطولون في البنيان ويعددون في النسوان ويركبون، لأن من مظاهر تعديد الزواج، هي دي من مظاهره، لأن الواحد منهم لازم يتجوز أكثر من واحد، في حين أن في زمن الفتنة نصحنا العلماء الإقلال من الزواج والإنجاب، كما نصحنا كل علماء التربية، وهم يكثرون من النسوان كزي ما قلنا، ومن من ايه من 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 الذريه في زمن كله فتن، فدليل انهم غير مستبصرين لما هم فيه. ويركبون ما شاءوا من سيارات بعد ان سالت في ايديهم الريالات والدولارات. فما اعجب هذا الاختراق الفكري الذي يعقبه ذاك الطرف المادي، واليوم يدفعهم الشره والطمع وحب الدنيا للتطلع الى الوظائف المرموقه والمناصب العالية الزائلة الموقوتة، فنسوا ما درسوه وتنكروا لما تعلموه، فاستوردوا عقيدة بدل عقيدة، وجلبوا منهجا بدل منهج، فنسوا ما ذكروا به، وما بقوا أزهريين محترمين، وإنما لفظتهم الجماهير أصحاب الفطر السليمة، فصاروا لهم كارهين وعليهم غاضبين ولهم لاعنين، فخسر أولئك العلم والدين، ذلك هو الخسران المبين. وسط هذا الجو أقدم هذا الكتاب: تأويل السلف للصفات الواردة في كتاب الله، بعد أن زج هؤلاء بالعامة عن طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة خاصة بالعلماء المتخصصين، وما داروا أن العلم للنفس كالغذاء للبدن يختلف بحسب العمر والظروف، فطعام الكبير لا يصلح للفطيم، وطعام الفطيم لا يصلح للرضيع، وللصحيح غذاؤه وللمريض غذاؤه ودواؤه. وبعد أن سمعنا التطاول على الأزهر الشريف لأنه نشر خلال قرون المذهب الأشعري في العقيدة، والذي تلقته الأمة بالقبول والارتياح لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة الإسلام دون إفراط أو تفريط، ولأن علماء المذهب يؤولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عندما تفرض الضرورة ذلك طبقا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن ونطق بها من أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، فرمي الأزهر بالبدع والمروق، وصارت الأشعرية في نظرين فرقة نارية وليسوا من أهل السنة والجماعة. وكتب أحد رموزهم عن التأويل بقوله: ومعناه المبتدع صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى احتمال المرجوح لقرينة، فهو بهذا المعنى تحريف الكلام عن مواضعه. هكذا زعم وقال: مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من النصوص الشرعية إطلاقا، ولا يوجد نص واحد لا في الصفات ولا غيرها اضطر السلف إلى تأويله، هكذا ادعى. فكان بحثنا هذا لتسجيل عشرات النصوص في الصفات وفي غيرها مما أوله السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة رحمه الله، وقد قرنا كل نص بمرجعه، ولم نضع المرجع في الحاشية لتسهل المتابعة ولا يتردد بصر القارئ بين أصل الصفحة وذيلها، وقد اقتصرنا على ما يتصل بالآيات القرآنية، ولعلنا نتمكن إن شاء الله من نشر ما يتصل بالأحاديث النبوية إن كان في العمر بقية.
لكن نكتفي في هذه المقدمة بذكر ثلاثة أحاديث نبوية مع ذكر تأويلها. الحديث الأول وفيه تأويل الصحابة رضي الله عنهم لحديث النبي وعدم الأخذ بظاهره، يعني التأويل كان ظاهر من أيام الصحابة وإقرار النبي لهم. الحديث الثاني وفيه نص للنبي لم يرى ظاهره ولم يكشف ذلك إلا بعد موته. الحديث الثالث وفيه تأويل للإمام البخاري رحمه الله وتصريح بالحقيقة والمجاز، وذلك أساس التأويل. أما الأول فما رواه مسلم عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف من الأحزاب: ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة؟ فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا. هو جاب رواية مسلم الظهر، لكن رواية البخاري العصر، لكن دي رواية صحيح مسلم. ويبدو أن تحديد الصلاة موعد الصلاة كان وهم من الراوي، لكن هي كانت صلاة العصر. فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. فالفريق الأول أول النص بأن المراد الإسراع في المشي للوصول إلى بني قريظة، وده تأويل. والفريق الثاني أخذ بظاهر النص الذي ينهى عن صلاة الظهر إلا في بني قريظة، وقد أقر النبي كل من الفريقين على ما ذهب إليه من أخذ بالظاهر ومن أخذ بالظاهر ومن أوله. الحديث الثاني ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. يعني أول واحدة حتموت من زوجات النبي قال لهم أطول إيد فيكم. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول يئسوا إيد كل واحد، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، يعني أكثر كنا صدقة، أطول كنا يدا يعني أكثر كنا صدقة. يبقى ده تأويله. والحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المعنى الظاهر بطول اليد الذي فهمته أمهات المؤمنين، فكنا يقصن أيديهن على الجدار أو بعصا كما في بعض الروايات لمعرفة أيتهن أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر من العبارة. وكانت أطول إيد في أمين ستنا حفص، ضل على أبوها سيدنا عمر كان طويل، لكن إيه أقصر إيد كانت فيهم من حيث الطول الحقيقي؟ جت ستنا زينب بنت جحش، وكانت هي أول زوجة من زوجات النبي تموت بعد وفاته من أهله، وكانت قد انتقلت ستنا فاطمة بنت النبي بعد وفاة أبيها بستة أشهر. ولكن لما توفيت زينب بنت جحش قبلهن فكانت أسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المراد بهذا الحديث ليس المعنى الظاهر الذي تبادر إليهن، فزينب لم تكن أطولهن يدا حقيقة بل كانت امرأة قصيرة، فعرفنا أن المراد بطول اليد كثرة ما كانت تتصدق به من دخلها من صنع يدها. وليك تفهم بقى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، تفهم بنفس المعنى. لكن هم يقول لك لا، يد ليست كأيدينا بلا كيف، وله أصابع، يد لها أصابع، النبي بيقول بين أصبعين بهذا التقسيم الوقح، ويعرض عن قول الله ليس كمثله شيء، حتى أن بعضهم تجرأ زي محمد حامد الفقي اللي هو أصلا أراد أن ينشر هذا المذهب في الثلاثينيات من القرن الماضي وأنشأ جمعية أنصار السنة المحمدية، وهم أصلا جمعية جاءت لتهدم السنة المحمدية، أنشأها وكان يدرس فيها في عبدين، وأخبرني الشيخ نجيب المطيعي بهذه الواقعة وكان حاضرا فيها وكان صبيا، قال لي كان يدرس لنا العقيدة فيرسم لنا السماء سبع طبقات هكذا بالتبشيرة على السبورة، ثم يقول وهنا الكرسي ثم العرش ويرسم نقطة ويقول وهنا الله، هكذا كان يدرس لنا. كيف مات محمد حامد الفقي؟ مات في الحمام رأسه في الكابينة، غسلوه من البراز. هذه إشارة، إشارة أن رأسه كانت نجسة، فمات مغمى عليه في الكابينة، دخلوا عليه وجدوه في الكابينة رأسه مختلطة بالبراز. هذا حال من جسم الله وأحل الله في مكان، لأن لو كان الله في مكان لكان معه قديم، يبقى المكان قديم ويكون الله يحل، فقالوا بالحلولية، ولا يقول بالحلولية إلا كافر،
ويدرسونها للناس ويعتقدون أن هذا هي نصر للسنة وهو هدم للسنة. فناخد بالنا من جمعية أنصار السنة المحمدية ومؤسسة التوحيد في مصر، هي تحمل هذا الفكر الكريم البغيض. فهمتوا ازاي؟ فلازم تبقى النقط محطوطة على الحروف عشان كل واحد يفهم. الحديث الثالث حديث رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي على فرس لأبي صلحة عري. عري يعني بلا سرج، يعني ركبه بلا سرج، وهو متقلد سيفه، يعني حطت سيفه على رقبته. يعني الصحابة في يوم من الأيام في المدينة قبل الفجر بساعة ساعتين في ليلة شديدة الظلمة سمعوا صوت وحصل رعب، فخرجوا يستطلعوا هذا الرعب، فوجدوا النبي جاي من جهة الصوت سبقهم، فهو أشجع الناس. ولما خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وجد فرس قطوف، قطوف يعني فرس إيه، عنده حب خلق، كان عند أبي طلحة، وبستان أبي طلحة كان خلف بيوت النبي من الجهة الشمالية، وكان أبو طلحة رابط هذا الفرس لأنه لا يستطيع المشي على باب بستاني. فالنبي لما خرج مسرعا وجد هذا الفرس الذي لا يستطيع أن يسير، ركبه النبي مسرعا بغير سرج متقلد سيفه وجرى نحو الصوت. فلما عاد كان أهل المدينة كلهم مجتمعين وجايين نحو الصوت يستطلعوا. هذه الصورة بالنص كده، وهو متقلد سيفه فقال: لم تراعوا، لم تراعوا، يعني لا تخافوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس، بمجرد ان النبي لمس هذا الفرس برئ من مرضه الذي ولد به. فالنبي يقول وجدته بحرا يعني سريع الخطى، يبقى بحر هو مجاز، يبقى النبي بيتكلم بالمجاز. هم يقول لك ما فيش مجاز في القران والسنه، هم يقولوا كده. ابن تيميه يقول لك ما فيش مجاز في القران والسنه، والسنه والقران طافحين بالمجاز. واضح، واضحة خالص. لكن هم عشان تعرف ضلال هذا المذهب التيمي الوهابي الذي نشره في مصر محمد حامد الفقه، وكان معاه أحمد شاكر. أحمد شاكر تاب بعد ذلك لما وجد أن هذا المذهب فيه ضلال، فكان أول اشترك معه في إنجاب، ثم بعد ذلك تاب أحمد شاكر من هذه الضلالة وتركه ومات على خير حال. وكان معهم ثالث، واحد ثالث ارتد ومات كافرا نصرانيا مدمنا للخمر في باريس. ادي نهايه الثلاثه اللي نشروا هذا المذهب في مصر. واحد مات اختلط راسه بالبراز، والاخر تاب واناب، والثالث مات كافرا مدمنا للخمر في باريس. ومحمد القاسم، محمد القاسم، وكان له جريده، وكان شيخا يحفظ القران، وكان يؤم الناس في المساجد، وكانت له لحية. في آخر زمان ذهب إلى فرنسا، حلق لحيته ولبس اللبس الفرنجي وارتد ودخل الكنيسة وأكب على الخمر، مات مدمنا للخمر كافرا. هذه هي النهاية السوداء لمن يحمل هذا الفكر. فناخد بالنا. فالنبي قال إيه؟ وجدته بحرا، وقال لهم أطولكن يدا. مجاز أهو، نصدق النبي ولا نصدق ابن تيميه اللي بيقول ما فيش مجاز في القران والسنه؟ هذا الحديث اوله الامام البخاري مع غيره من النصوص، فقال ان اكثر مغاليط الناس من هذه الاوجه الذين لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفه، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. فاما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا، وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيق أن مشيه حسن. ومثل قول القائل علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، وإنما المراد في ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق. ومثل قول القائل النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري وهو التحقيق. وأشبه في اللغات كثيرة. هذه الأحاديث الثلاثة أرجو أن يتأملها جيدا أولئك الذين يحرمون التأويل ويمنعون المجاز في اللغة العربية، ويبدعون من يقول بذلك، ويطعنون في عقيدتي ويخرجونه من أهل السنة. والله أسأل أن ينور البصائر ويطهر القلوب ويوحد الصفوف
وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لعمل الخير وخير العمل. في الجمعة الجاية هنقرأ المدخل إن شاء الله، كل جمعة نقرأ، مع إن الكتاب مش محتاج شرح، والله ما محتاج شرح، لكن أعمل لكم إيه، ما بتقروش، بتشتروا الكتاب وتحطوه هناك في المكتب، فوالله بعد كده كل كتاب هقرأ عليه، طالما حي أنا فيكم فيها قوة، أي كتاب لن هقرأ عليه، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه ما بتقروش. كان زمان مشايخنا أيام الطلب كان يقول لنا أقرأ الكتاب الفلاني وخلاص، ما يعرفش يقرأ معنا كلمة كده، لأنه عارف إن إحنا هنروح نقرأ، ونقرأ يعني إيه؟ مش نقرأ المقدمة، نقرأ من أوله لآخر. كنا كده والله مشايخنا كانوا يقولوا لنا كده، اقرا الكتاب الفلاني حاضر، نروح نغيب اسبوع شهر خلصنا كده، ونعمل بعض العلامات في بعض السطور كده، نروح نقول له بس الكلمه دي ما عندناش، السطر ده يقصد ايه في الحته دي، خلاص انتهينا، فاستراحوا معانا، فاللي يريح المشايخ ربنا بيريحه. فكانوا يدعوا لنا، كانوا يدعوا لنا ليه؟ لان مريحينه، مش كل ما يقول لنا اقرا الكتاب نقول له اقراه عليك امتى؟ واجي لك الساعه كام؟ ونقلق منامهم، فهمت ازاي؟ لكن انا بقى حقلق منامي واقراه لكم، لان تغير الزمان وقلت الهمه، والله تعالى اعلى. كل واحد يكتب اسمه على كتابه ورقم تليفونه دلوقتي، عشان لو نسيه في حته يرجع له تاني، اسمه ورقم تليفونه المحمول، خلاص؟ الكتاب انا تاخذه.